استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه هذا اليوم في مقر إقامة جلالته في العاصمة الروسية موسكو فخامة الرئيس رمضان قاديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية، وذلك للسلام على جلالته بمناسبة زيارته الرسمية لروسيا الاتحادية الصديقة. ورحب جلالة الملك المعظم بفخامة الرئيس الشيشاني وأشاد بتطور ونمو العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الصديقين، مؤكدا جلالته حرص مملكة البحرين على توثيق التعاون مع جمهورية الشيشان في مختلف الجوانب الحيوية بما يخدم المصالح المتبادلة. من جانبه أعرب فخامة رئيس جمهورية الشيشان عن بالغ اعتزازه بجهود حضرة صاحب الجلالة لتوطيد علاقات الصداقة وأواصر التعاون بين البلدين.